النقطة الأخيرة في الحقيقة إن ده إذا تمكنا من إثبات إن قطر لديها إدانة دولية في موضوع الإرهاب، على الأقل ده يتوقف إن هم يدعموا العمليات القادمة اللي بتتم لاستهداف المصريين والمسلمين والمسيحيين ورجال الشرطة ورجال الجيش، وبالتالي يعني مصر مش في الحقيقة يعني عمالة تتأخر بكل هذه العمليات التي تؤدي إلى تراجع السياحة وتراجع الاستثمار وتراجع الاقتصاد، وبالتالي تحط علينا أعباء أزيد بكتير. فالإرهاب في الحقيقة تحدي مهم قدام الدولة، وأنا رأيي إنه بالفعل زي ما وصف خبراء الأمن القومي قالوا إنه ده تحدي الأمن القومي الرئيسي في المرحلة الحالية لمصر، وبالتالي لأنه بيأثر على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وأوضاع